السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في قناتكم قناة أرزاق وأعمال. الأعمال وأرزاق، الفكرة هي أن نحاول أن نحول أي فكرة في هذا العالم إلى مشروع، إلى باب رزق، إلى مصلحة تجارية، إلى أي شيء يفيد المجتمع. طبعا هي قناة جديدة نسبيا، لكنها تبدأ بكل قوة وبكل حصرية. كل المواد وأغلب المواد اللي فيها تقدم هي تقريبا حصرية، ليست بجديدة، وإنما هنالك تجديد دائم. هنالك أشياء تسمعونها لأول مرة، هنالك مشاريع قيمة جدا ومتقدمة جدا لأول مرة تبث في اليوتيوب. تابعونا، هاي المواضيع مقدمة للشباب وللنساء، لكل من يبحث عن عمل. أبسط عمل أنا بقدمه بأسلوب بسيط، بعطيكم معلومات بسيطة، بندور فكرة معينة في هذا العالم. راح تتفاجأوا جدا بقديش إن هاي الفكر وهاي الأفكار قيمة وهاي معلومات قيمة، ومع بعض نحاول أن نحولها إلى مشروع كل واحد منكم يبدأ يشتغل فيه. طبعا هذا موجه للشباب اللي حاب يزيد من معاشه، او انه يفتح، او ما عنده مثلا شغل وعمل ومصلحة، فيبدأ هلا من جديد اليوم. يبدأ. هنا فكرة لازم يجب علينا ان تنفذها. عندنا اشياء كثيرة جدا، راح نبث كذا 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 فيديو ان شاء الله مع بعض، بأسلوب قيم، أسلوب راقي محترم، بأسلوب بسيط جدا، بلغة عربية بسيطة، بأسلوب إن شاء الله ربنا يقدرني إني أقدم بأسلوب طيب وجميل الجميع يفهموه. طبعا إحنا هاي موجه خاصة للشباب والرجال اللي عندهم الشغل شوية ضعيف، فممكن هنالك يشوفوا مجالات أخرى، وأساعدهم في ذلك. وكذلك لا أنسى أخوات الكريمات وستات البيوت، وكل ست كريمة حابة أن تعمل في مشروع، راح أفتح عيونكم لأشياء جدا متقدمة غير موجودة، بحثت عنها كثيرا في الإنترنت في هذا العالم. إن شاء الله إن شاء الله هاي القناة راح تكون إلكم ولكم. بطلب من حضرتكم كل مشروع، كل فكرة بقدمها ننفذها فورا، يعني تبدأوا بتنفيذها والعمل عليها، وتبعثوا لي تعليقاتكم في أسفل هذا الفيديو كيف كان وشو عملتوا بالضبط. طبعا حاليا جديد، لكن راح أشرح لكم بالضبط شو راح نعمل اليوم إن شاء الله. راح نعمل أو نبدأ في مشاريع. طبعا المشاريع هو في هذا العالم واسعة جدا، أفكار كبيرة جدا وكثيرة جدا وكثيرة جدا وكثيرة جدا. في أي مجال تمشي بتشوف هناك عدة أفكار، لكن كيف نحول هاي الفكرة إلى عمل، إلى باب رزق؟ والله أحيانا الإنسان يقول عن جد هذا الموضوع بسيط جدا، يعني بس الواحد يبدأ فيه. وهذا الشيء المهم، البداية، الانطلاق، نقطة الانطلاق. الشباب يعني بتوقعوا على موضوع أصعب من زي كذا، يكون بيكون جدا بسيط. النساء بيخافوا من كثير شغلات اللي ممكن تكون معوقات لهذا الموضوع، لكن الموضوع أبسط من هيك. أنا طبعا هاي المعلومات وهاي الفيديوهات وهاي القناة كلها لحضرتكم مجانا 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 لوجه الله عز وجل، ولا نبغى منكم أي شيء ولا شكرا ولا أي شيء، بس يعني الواحد إنكم تتابعوا وتنفذوا، وأنا راح أكون كثير مسرور إنه قدرت أقدم لكم معلومة، وإن شاء الله تنبسطوا من هاي القناة. هذا الفيديو الأول راح يكون إن شاء الله قصير نسبيا، بحاول أنا طبيعتي بشرح بالتفصيل ممل مشان الناس يفهموا 100%. حتى لو الفيديو طول شوي عادي شوي، يمكن أسلوبي بيكون شوي سريع في الحكي، لكن بحاول شوي شوي أحكي بأسلوب بسيط بلغة عربية بسيطة مشان جميع الدول والعرب إن شاء الله يفهموني. بتمنى من الله عز وجل يوفقنا في هذا. نبدأ إن شاء الله اليوم في هناك مواضيع، طبعا أفكار كثيرة جدا. طبعا احنا رايحين ناخذ نقطة واحدة من هذا العالم الواسع. هنالك الملايين من الأفكار، لكن صعب علينا أن نبدأ بهذا العرض الكامل، لكن نبدأ في نقطة معينة ونتوسع منها.
هنالك عالم الانترنت الوسيع جدا جدا جدا، هذا نخليه للاخير، لكن نبدا في اشياء واقعيه، اشياء موجوده. نبدا من في اشياء كثيره جدا بصراحه، في اشياء الكترونيه، مواقع، في اشياء صناعه وتجاره و و و والى اخره. اذا بناخذ السلم بالعرض صعب ندخل على البيت، يعني ما نقدرش، لازم ناخذ خطوه بخطوه، ناخذ حاجه معينه ونبدا فيها. الفكره كلها ان ناخذ فكره معينه ونبني عليها مؤسسه، نبني عليها شيء. وانا راح اعلمكم كيف ان شاء الله. طبعا احنا بحاول بسرعه نبدا، بتمنى الجميع فاهمين. نبدا مثلا في كيف نجيب فكره، كيف نجيب فكره. طبعا الشارع مليان، وين ما تمشي، في القهاوي، في المقاهي عفوا، في المطاعم، في الشارع، في الاسواق، في المولات، كلها مجمعات تجاريه، كل ما تمشي على محل بتشوف اي شيء تلقى منه مشروع كامل. لكن انا راح اخذك لموقع ثاني خالص، راح نبدا بطريقه شوي بسيطه للجميع ومتوفره لدى الجميع. هو نفتح موقع امازون، موقع امازون، نفتح موقع امازون. اوكي، ليش ناخذ؟ احنا مش راح نشتري ولا شيء ولا حاجه، تخافوش يعني، راح بس نبدا ناخذ افكار للشباب. طبعا حاليا للشباب باستمراريه، راح طبعا دائما نضيف كل فيديو للنساء برا المشروع، مشان ما اظلم ولا واحد. هنا نبدا مشروع للشباب اللي حاب يشتغل، يعني او الشباب اللي بيشتغلوا بايديهم دائما، او في المنجره، او في المحددي الحدادين، او اصحاب يد يعني لينه وطيبه ممكن ينتجوا منها. طبعا انا كل شغلي، كل التفسير تبعي من ميل اكثر شيء، ناخذ موضوع الارت. الارت هو الفن، موضوع الفنون. الفنون موضوع واسع جدا 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 جدا، لكن ناخذ منه لقمه، سبحان الله، ناخذ منه باب واحد من هذا الفن، وموجود في كل واحد، موجود في كل محل، في كل دوله. ناخذ من هذا الفن جزء معين ونبني عليه. مثلا الارت اللي هو ارت، هو فن، لكن احنا بناخذ مثلا من هذا الفن، مشان طبعا اتوسع بشده ونبدا نخربط ونبدا نتيه فالموضوع، لا، ودنا نكون موجودين في نقطه واحده. ناخذ موضوع اللي هو مثلا للشباب اللي حاب يشتغل، وموضوع سهل جدا وبسيط جدا ورخيص جدا، وكل واحد بيقدر يعمله، كل واحد كل واحد كل واحد، ها، بس بده شويه تفتح مخك. انا بعطيك الفكره وانت كمل، انا هدفي اعطيك الفكره وانت كمل كمل كمل، وراح تكون ان شاء الله موفق في ذلك. مثلا ناخذ افكار شو بيبيعوا الناس في هذا الموقع، موقع امازون المشهور جدا طبعا، غني عن التعريف. شو بيبيعوا الناس؟ بيبيعوا اشياء كثيره، بس انا دخلك على الهاند ميد. الهاند ميد شغل الايد، شغل الايد اللي هو قيم جدا، سعره دائما غالي، وفي فن راقي يعني ما حد بيعرفه، يعني ما حد بيقيمه. احنا العرب عندنا قليل بيقيموا هذا، لكن الاجانب جدا بيقيموا هذا الهاند ميد، شغل الهاند ميد. طبعا انا بعلمكم الفكره، عندكم مشروع، وفي الاخير اعلمكم كيف تسوقوا الموضوع، تخافوش يعني. طيب نبدا مثلا نحكي على الوول، او حاجه زي هيك، مثلا ميتال وول ويف، يعني هنالك بعض التجميلات للحائط تصنع من حديد، تصنع من ميتال، تصنع من معادن، تصنع من الومنيوم، تصنع من لوحات فنيه. هذا موضوع قليل موجود في العرب، وحتى ما بيعرفوه. فلما نضغط عليه ونشوف شو هو الموضوع، شوفوا كيف بيعملوا العالم مصاري ونقود من لا شيء. طلع تفضل، مثلا هاي ببيع لوحات فنيه، مثلا هذا او هذا مثلا، هذا احلى حتى. بيعمل لوحه فنيه، نضغط عليه، عبارة عن حديد لوحة ألومنيوم أو حديد خفيف من الرفيع، طبعا مش حديد قاسي، لوحة فنية جدا جميلة جدا، تكون هكذا مثل لوحة ألومنيوم، صبغها ودهنها. طبعا قبل ما يعمل هيك شغلات عامل فيها ميلان و ما بعرف شو بسموه، طبعا تجميل معين، انحناءات عفوا، عامل انحناءات
دهنها دهانات خاصة، طبعا عامل صنفرة، عامل صنفرة مخصصة عن طريق الديسك. ديسك يعني الصاروخ بيسموه في بعض الدول العربية، هو اللي عبارة عن الجهاز اللي بيقطع الحديد. فكر فيها، عامل لوحات فنية رائعة، عامل شغلات جميلة جدا. الدهان متوفر عندنا، الأداة هاي الصاروخ والقص والهاي موجودة عندنا ملايين عند العرب. الألومنيوم هذا أو الحديد الرفيع موجود متوفر عندنا، متوفر عندنا. فليش من يعني الشباب يبدوا اليوم بمشروع خفيف زي هيك، تجميل البيوت بلوحات فنية رائقة ورائعة جدا حسب رأيي طبعا. طيب انت بتقول شو هاي، شو بيبيعها، شو عامل؟ تفضل، هاي السعر تبع هاي شو $200، $200 يا شباب هاي القطعة، مش مشكلة، احنا بنحكي على السعر، السعر بتعمل زي ما بدك. اوكي طيب كيف نبدا؟ طبعا في اشياء بتنزل تحت هون، في اشياء جميلة جدا مشابهة كلها من حديد ومن ادوات زي كذا، تقدر تاخذ افكار ثانية هنا، تطلع تشوف تبحث، في افكار جميلة جدا، جميلة جدا 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 يعني يا شباب يا صبايا اللي حاب عن جد يتقدم، بس يدخل على الموقع هذا ويوسع فكره شوي ويبدأ ياخذ موضوع واحد يبدأ فيه. اوكي طبعا هنا طبعا هذا انسان فنان، مش انسان واحد جاي يشحط ويحك شوية حديد ويبيع، لا، بده شوية فن، بده شوية ذوق، بده شوية دهانات خاصة، بده شوية طريقة معينة تعملها باسلوب حلو. طبعا بنباع، اكيد بنباع $180 $165 134 200 200، طبعا اسعار جدا روعه. اوكي طبعا الفكره تبعتي انه كيف من هاي الفكره نعمل مشروع. انا اعطيتك فكره وانت ابدا. طيب الاجمل في الموضوع كيف انا بقدر اساعدك، كيف انت بتقدر تبلش في الموضوع، بتقول اوكي انا موافق، شفت الموضوع، اوكي كيف بدي ابدا؟ تنزل هاي الامازون، هاي المشروع، تنزل لتحت شوي، تنزل لتحت شوي عند الكاستمرز فيو، عند راي الجمهور، يعني راي المشترين والزبائن، هاي كاستمر، عفوا هون تحت، ننزل شوي، ايوه كاستمرز ريفيوز، يعني هون راي المشترين في الموضوع اللي اشتروا، فبياخذوه بيعلقوه في البيت، وبعد ما يعلقوه في البيت يحطوه على الحيط تبعهم، بيعملوا صور بيبعثوها لامازون انهم استفادوا من هاي، المنظر حلو. يعني احنا شو بنستفيد من الموضوع هذا؟ في هون صور، لكن ننزل كمان تحت، في احيانا بيعملوا فيديوهات، هون ما فيش فيديوهات، بس في احيانا بيعملوا فيديوهات كيف بيعملوا هاي الشغلات، وهذا اللي بيهمنا. ممكن تضغط على الصور، اوكي هون، تعال دائما هون، دائما بحبش هون، دائما فتش هون، فتش، شايف احيانا بحطوا فيديو كيف بيعملوا. اوكي هذا زبون شراه، ما بيعملوا شراه، لكن اذا انتم مصممين نعرف كيف الموضوع هذا صار، او كيف هاي المشروع انبنى، هو اسمه اصلا في العنوان، شو العنوان تبعه، العنوان تبعه زي ما حكينا ميتال وول ويف، يعني موجات، او موجات من حديد للحائط وتجميل وهكذا، منسخه طبعا، منسخه زي هيك، منسخه. اوكي بنروح على اليوتيوب، اوكي هاي على اليوتيوب، انا جبتك واحد حضرتك وياه، واحد بيعمل كيف بيعملها، تيجي على اليوتيوب تتعلم منه، تطلع شو كيف بيعمل، تاخذ فكره، تاخذ فكره يعني، فاهم؟ ممكن تفتح وتشوف كيف بيعمل هاي الشغلات، بيشرح طبعا، انا راح اقدم الفيديو شوي، انت لحالك اقعد خش على اليوتيوب، شوف كثير افلام، شوف كثير فيديوهات، شوف كثير. هاي اداة الصاروخ، هاي اللي معاه في ايده الصاروخ، بيشحط على الحديد اشكال فنية بذوق رفيع بادب، يعني بخفة معينة، بيعمل هيك شكل، بيعمل هيك شغل. في الاخير مثلا بحط عليه دهان معين، او احيانا بحط عليه النار، يعني احيانا بيحرقوا حرقه شويه هيك بالبرنر بالنار، بيطلع شراقي يعني،
على فكرة هاي أسهل إشي بوريكم إياه، في أشياء جدا جدا متقدمة جدا حلوة جدا رائعة، فاهمين؟ شوف الفيديوهات، شوف الشغلات وتتعلموا، أوكي؟ في أشياء ثانية طبعا، طبعا ننتقل لمشروع ثاني للنساء طبعا، لأخوات الكريمات. هناك مشروع مسمى وهو بسيط جدا وغير مكلف هنا، والمواد جميعها متوفرة في الدول العربية بشكل كبير. يعني مثلا موضوع المادة اسمها الريزين أو البوليستر، اسمه كل العالم ريزين، يعني لا تبلشوا ريزين كريستال، ريزين أو ريزين شفاف، مادة جدا جدا شفاف وجدا يعني لها استعمالات رهيبة جدا وكبيرة جدا. فممكن إنك في البيت، إنك حضرتك تعملي في البيت في وقت الفراغ، يعني تعمل هيك خواتم مصورات، يعني مليان الانترنت هيك شغلات، وبسيط جدا وغير مكلف، يعني ممكن تبيعه منه دايما، اوكي؟ وهذا دخل اضافي. انا بعطيك الفكره وكملي، تحطي في داخل. طبعا كيف تعملي هيك شغلات؟ زي ما حكينا، بتختاري مثلا، ممكن يكون نفتح اللينك على، نفتح ونروح ندور فيديوهات كيف عملوا هيك شغلات. احيانا في الامازون تنزلوا تحت، ما في مليون شكل وشكل، كله روعة، كله روعة، في اشكال جدا رهيبة. ننزل لتحت ندور اذا في زبون حط فيديوهات، هون بيكون في فيديو بس هذا دعاية للبائع. اترككم من انزل لتحت شوي عند الكاستمرز، اسئلة والكاستمرز ريفيو. طبعا هون وحدة شارية بس مش حاطة شيء، احيانا بحطوا صور شو كيف عملن وكيف الفيديوهات كيف سووا. لكن بنروح على اليوتيوب، اوكي؟ كمان جاب كويس، بروح على اليوتيوب، بفتح اليوتيوب على نفس الموضوع، ملان 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 شغل ايد للنسوان كيف يعملن، كثير شغلات، كثير حاجات حلوة ويعني جد مفيدة يعني. وبراحتك اليوتيوب ملان، فكيف يعمل شغلات. طبعا في اشياء بسيطة، في اشياء شوي معقدة، لكن الموضوع كله موجود على الريزن. الريزن هاي مادة، هاي مواد سائلة تشتريها من المحل، اوكي؟ وممكن تصبيها في قوالب سيليكون، هاي شايف هون، في هون في شيء جميل جدا، تحط فيه مثلا من جوا شغلات. طبعا افتحوا وادخلوا كيف بيعملوا هاي الشغلات، بسيطة جدا. او الخواتم او الاكسسوارات او الشغلات هاي الجميلة. طبعا احنا بس بديين، احنا حاليا هذا اول فيديو، لكن احنا بس بادين. ايه، عندي افكار رهيب جدا للنساء للبنات وللشباب، يعني اللي قدام اصبروا علي، ان شاء الله ان شاء الله ربنا يقدرني يعطيكم افكار اللي هي نهائيا مش موجوده، وهي تقريبا حصريه يعني للقناه. تقدر تحط صور للاطفال الصغار، في تعمل قلاده. الماده تسمى الريزين، مثلا تقدر تدخلوا على امازون كريستال ريزن، مثلا كلير كريستال ريزن، هاي ندورها. ممكن تشتروها من الامازون او من الاي بي، هيك شغلات بالضبط. هيك كلير كاستنج يعني للصب، لو شوي بكون شوي غالي سعره كويس بس ممتاز. على فكرة في الدول العربية كثير رخيص، هذا جدا روعة على فكرة. ارت ريزين هذا مشهور، يعني اللي بدها تفنن هاي حوالي يمكن لتر، 1 جالون لتر او اكثر، احيانا هاي 3 لتر وشوي، هاي بكفي سنين للمجوهرات، يعني تعمل كذا مجوهره وتصب، اوكي؟ طب كيف؟ اوكي؟ كيف؟ خلينا نفهم كيف، بنشوف الفيديو. لكن انا كمان راح اساعدكم، في بشروا هيك شغلات سيليكون قوالب سيليكون، اللي ممكن تكتب هاي هلا حنشوف، نكتب قوالب سيليكون مثلا مولز، هاي قوالب سيليكون بيطلع خواتم، بيطلع صورات، بيطلع هيك اشكال نص صين طبعا، او من اي بي او من اليكس بريس، في هيك شغلات بلاستيك بتصب فيهن هاي المادة. طبعا تخلطها مع اشياء تجميلية، جليتر او كسر الرخام او كسر الالماس، بيطلع جدا حلو، او الوان ملونه او بيجمنتس او اشياء كثيره. في هناك اشياء كثيره ممكن تدمجها مع بعض تطلع اشياء حلوه.
يعني انا بحكي شوي بسرعة، لكن انتم ممكن تتفننوا في الموضوع شوي شوي وراح يحطكم بيطلع اشياء رهيبة. بتمنى من الله عز وجل ان يوفق الجميع. راجعوا الموضوع، شوفوا ادخلوا على كذا محل، شوف حاليا هذا البداية، ابدوا في هيك موضوع. يعني طبعا انت راح تبدا في اشياء، ممكن تشرح فكرة السيت زي هيك، تصب منه خواتم، تصب منه سناسيل، تصب منه قلايد، وكمان للأذان حلق وكذا شغلات يعني. وهذا مشروع في حد ذاته يعني، يعني ممكن تكتب هون مجوهرات، اوكي جوهرات سيليكون، هاي المكان هون اوكي، هاي قوالب سيليكون للمجوهرات، يعني اسعارها جدا رخيصة على فكرة. الاي بي كمان ارخص ما هي، موقع الاي بي، موقع اي بي كوم، في كثير شغلات، او على الاكسبريس في كثير اشياء روعة. مرة جاي احجبكم اصور اكثر اجمل، يعني اجمل من هيك ان شاء الله تستفيدوا. اوكي بيجي طبعا. طيب اوكي، في اشياء كثيرة طبعا، والموضوع وسيع جدا، وان شاء الله الجميع يستفيد. وابدوا تفننوا، حطوا ايديكم واشتغلوا، وحطوا لي تحت الفيديو تعليقاتكم الجميلة والطيبة. وإذا بدكم أفكار ثانية ما إحنا مستعدين دائما، وإذا عملتوا شيء حطونا يعني تشجيع كمان، مشان الجميع يتشجع ويعمل هيك فيديوهات، يعمل هيك مشاريع. راح أحطكم إن شاء الله، بوعدكم بإذن الله عز وجل، مشروع أو مواضيع اللي هي خاصة لكل واحد، يعني ممكن إنك تعملها في أي محل عن طريق الحاسوب، وأحيانا عن طريق بكفي متر على متر، طاولة متر على متر، أو في البيت في زاوية البيت تقدر تعمل مشروع كبير. راح أعمل لك أشياء مش موجودة في اليوتيوب اللي بتشوفها، لكن راح أشوف أشياء قيمة جدا إن شاء الله بإذن الله. وأهلا وسهلا فيكم، وحياكم الله، وتابعونا إن شاء الله.